الو مساء الخير استاذ علي، معك مدام شمس. طبعا فكرك. بقولك يا استاذ علي، لو مديت ايدك تاني على منى انا هرفع عليك قضيه، وعلى قلها هحبسك سنه، مفهوم؟ ساره يلا هبتدي بالمساج. مساج او مسكره؟ اوكي. ايوه نور بيه، حضرتك طلبتني؟ عرفت موضوع كرم وفي. ايوه بس ده غيرنا خالص، ده مش مغطي قروضه والامر ده معروف للكل. الامر برضو ما يسلمش الطريقه اللي استدعوا فيها كرم، انا شامم فيها ريحه مش كويسه. اكيد في حد جوه البنك بيلعب وهيكشف ورقنا. ايوه يا نور بيه، بس زي ما فهمت حضرتك قبل كده احنا وضعنا سليم وقانوني جدا. ده ما يمنعش نبقى حريصين، البلد دلوقتي بتبات في حال وبتسمح في حال تاني. حاضر حاضر. طيب اتفضل انت دلوقتي. يا جماعه ما حدش عارف مين صاحب العربيه دي. لو شفت دلوقتي هقطعه باسناني. يا عم يا جماعه احنا ورانا شغل. يا عم احنا مش عارف ايه، زق معايا كده ومحجره ولا ايه؟ يا جماعه احنا ورانا شغل. زق يا عم، حاول زق كده حرك. يا عم انت هو يا جدع في ايه؟ زق يا عم معايا. يا عم في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ حد قافل علينا، لو راجل يجي دلوقتي. ده لو راجل. كان راجل بقى. يا عم تعالي يا بنتي، تعالي معايا. تاكس تاكس لو سمحت. طب هعمل ايه؟ شمس انا كنت متاكد اني هلاقيكي هنا. هو في ايه؟ بتهيألي احنا كبرنا على الحركات دي. يعني ايه؟ مش من حق اقول لك كل سنه وانت طيبه ولا ايه؟ وانت طيب يا سيدي. في حاجة تانية ممكن أمشي؟ طب وريني رخص كده أول. عماد يا ستي بهزر معاكي. بقولك إيه، ممكن ناخد اتنين قهوة في أي حتة تعجبك؟ كاتنين أصحاب مش أكتر. متهيألي مفيش اتنين منفصلين بيرجعوا يبقوا أصحاب. لا في، وكتير كمان. أنت عايز إيه بالظبط؟ شمسة، شمسة إحنا من ساعة ما اتطلقنا وأنا مش عارف أنام. أنا بجد تعبان. أنا كمان تعبت قوي طول سنين جوازي، دمرتوني. اسمع يا عماد، مش ممكن هنسى معاملة مامتك ليا وأنت واقف تتفرج. يا أخي ما حدش يستحمل اللي أنا استحملته ده. ده أنا من بعد سنة جواز كنت عايزة أتجوزك بس أنت صاحبتي عشان ما خلفتش. في حد يستحمل كده؟ وهو يعني أنا وافقت؟ شمس أرجوكي ما تاخدنيش بذنبها. لا هاخدك بذنبها. انت اتجوزتني وانت عارف ان انا عندي الوسواس القهري. انت دكتور وفاهم، عرفت تتعامل معايا، لكن اصريت ان احنا نفضل عايشين مع مامتك. انا ما كنتش بصعب عليك وانت بتتريق عليا وبتهزقني. تعملي كاني مجنونه؟ ما كنتش قادر اسيبها تعيش لوحدها. انا كل حاجه في حياتها. انا عارفه وانت اخترت خلاص. تقلي من حقي انا كمان اعيش حياتي زي ما انا عايزه. عن اذنك. طب عن اذنك يا عماد، كفايه بقى. طب استني يا شمس. طيب لو سمحتي تعالي معايا. اوعى. عن اذنك صاحبه العربيه. عن اذنكو. لو كنت راجل. لو كنت بقى حطي الحاجه هنا لو
فريدة انت فين؟ ما فيش حاجة، مش بعيط، انا لازم اشوفك ضروري، انت فين؟ طب انا هجيلك. اليوم كان ماشي كويس جدا، وانت عارفة انا بقالي فترة الحمد لله متحسنة. اول ما شفت عماد حسيت ان كل حاجة اتلخبطت. ايه اللي اتلخبط بالظبط؟ قولي لي. حسيت بخوف، حسيت ان العمر بيرجع لورا واني هفقد السيطرة على نفسي. الافكار المتكررة في الحركات النمطية المعينة اللي انا بعملها، اني عد على صوابعي، اني اخبط على الحاجة 3 مرات، اني لو ما عملتش كده ان في حاجة وحشة هتحصل. بصي يا شمس، انا مش هكلمك بصفتي الدكتورة المسؤولة عن حالتك، هكلمك بصفتي صاحبتك. حالة الاوسي دي اللي عندك مرتبطة بحياتك مع عماد وبالمعاناة اللي عانيتيها معاه، وطبعا انت جيتي على نفسك كتير كبنت ناس، ما كنتيش بتقولي لحد، ما كنتيش بتنفسي عن غضبك، وكنت بتتعرضي لكبت، ومع مرور السنين الكبت كان بيزيد، فكان طبيعي ان افكار غير واقعية تسيطر عليكي، وان من وجهة نظرك يبقى الحل الوحيد هي الحركات النمطية دي عشان تحسي بالامان. وطبعا كل ما تشوفي عماد لازم الحالة تسوق، احنا كلنا كده، لما بنشوف حد اذانا بالبلدي كده العفاريت بتركبنا، الدم بيطلع في نفوخنا، مش كده؟ ايوه. خلاص مفيش عماد، انتي دلوقتي عايشه في بيت ابوكي المريح، وحاسه بالامان، ومسيطره على حياتك. مسيطره على حياتك؟ ايوه. مش كده؟ انا مسيطره على نفسي. ايوه. نصيحتي ليكي تاخدي يومين 3 اجازه، تروحي تغيري جو وتنبسطي، ولما ترجعي نبقى نتقابل. ايوه يا فريدة، انا فعلا محتاجة اجازة، احسن حاجة ان انا اخد بعض ونسافر في حتة. عايزاكي تفتكري ان الحالة بتاعتك انتي لوحدك بايدك تكسريها، وانتي لوحدك بايدك تفضلي حابسة نفسك جواها. لما تحسي ان الحالة بتسوق تتكلمي مع اي حد حواليكي. اتكلم كده مع اي حد؟ في ايه يا فريدة؟ هو انا عشان ما دفعتش الفيزيتر النهارده هتخليني اتكلم مع الناس؟ هتدفعي تشيك وحياتك. انا قصدي ما تتكسفيش ان عندك مرض نفسي. قولي للناس، وقولي للناس انك بتشوفي دكتوره نفسيه. مش عايزه اقول لك اسماء اصحابنا اللي بيجوا لي العياده من ورا بعض. وافتكري ان الحركات النمطيه عمرها ما بتحل مشاكل. اوكي؟ ايوه، بس انا بخاف، بحس ان لو ما عملتش كده ان في كارثه هتحصل. انا اقدر افهم الخوف، بس انتي نسيه. فكري النهارده دلوقتي حالا في عيد ميلادك، هتستعدي له ازاي في فستان عيد ميلادك؟ وسيبيني عشان الحق اشتري لك هديه، ولا اجي من غير هديه؟ لا انا حلوه، احب الهديه. بس انت جايه إيه؟ لو ضايقتك اشتميها. هاي شمس. هاي، حلوه الشنطه دي. عيد ميلادك النهارده. هابي بيرثدي. ثانك يو دارلينج. عامله حفله طبعا، كلنا معزومين. عموما لو كنت عزمتيني ما كانش هينفع اجي، عشان انا وخالد جوزي معزومين على عشاء النهارده. طب كويس اني ما عزمتكيش. نسيت احكي لك، بقابل دكتور عماد دايما. طب حلو، اصل جوزي بيعمل تحليلات عنده. يا حرام، ربنا يشفيه. انتوا المفروض ترجعوا تاني مع بعض، كنتوا كيوت قوي، مش كده يا فريده؟ فعلا كان كيوت. الله يجازي بقى اللي كانت السبب، ام عين زايغه. طيب باي، هسيبكم، وهابي بيرثدي تاني. ثانك يو. انجوي. ثانك يو. باي. حلوه الشنطه. اتفضلي. ما شتمتيهاش ليه؟ ما بعرفش. اشتميها انت، اشتمي.